قرب عليها يا محمد. بص اهم شايف اللقطه دي، اعمل عمليه مساج للاماكن اللي عايزه تطلع فيها. انا مش عايز اطلع دقني وان شاء الله مش هطلعها، بس انا بعرفك انت ازاي تتعامل بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده ليك انت بالذات، او لو حد منشن لك فيه عشان انت عايز تطلع دقنك ومش عارف، ولو عندك برضو تساقط في شعرك، ولو عندك انت يا قمر يلي بتتفرج علي عندك تساقط في شعرك، اكيد 100% جايب لك الحل في كلمتين مش كتير. قبل ما نبدأ الفيديو وعرفكم على المنتج اللي موجود وازاي نستخدمه وهو كويس ولا وحش، ما تنسيش بس الصلاة على حضرة النبي، وما تنساش انت كمان الصلاة على حضرة النبي، وتدعمنا باللايك والاشتراك والشير. مش عايز اكتر من كده يا قمر. تنسوش بس يا جدعان الصلاة على حضرة النبي. يلا بينا يلا بينا. ورجعنا لكم تاني يا جدعان ببيرفورما رقم واحد في جميع الشركات بتاعة الصلع الوراثي او بتاعة تساقط الشعر او بتاعة انبات الدقن، بيشتغلوا على مادة المينوكسيديل. قرب كده عليها، دي مادة المينوكسيديل اهي يا جدعان، اه مادة المينوكسيديل هتلاقيها في جميع الشركات، ان كان في بيفورما او ان كان في هيرباك او مسميات كتير. طيب عشان اطلع دقني اتعامل معاها ازاي؟ الفيديو ده مخصص برضو للدقن، بس لو عندك تساقط ولو عندك فراغات وعملت وصفات كتير وتعبت ومش قادر توصل، المواد الكيميائية هتجيب معاك نتيجة بعد 6 شهور، وحط تحتها 1,000,000 خط استخدام يومي 6 شهور صبح وليل، النتيجة بتاعتك هتيجي. شعر دقنك كلنا بنعاني من ان احنا اغلبية سن 18 لحد 22 23 سنة نفسه يطلع دقنه، وانت عايز تطلع دقنك بالمنتج ده ان شاء الله هوريك ازاي تستخدمه وتطلع دقنك خطوة بخطوة. بس اهم حاجة زي ما انا قلت، مدار 6 شهور، طريقة استخدام تحط صبح وليل لمدة 6 شهور، طريقة استخدامه هوريها لكم دلوقتي خطوة بخطوة ازاي لو عايز تكثف شنبك او دقنك. يلا بينا تعالوا كده معايا. بص يا عمر، صل على رسول الله الاول. بيفورما موجود في الصيدلية، سعره يتراوح بص 77 جنيه، كويس جدا. طريقة الفتح، بص يا جماعة هو بيبقى اسبرين. عايز اطلع دقني يا عمهم، الدقن اهم حاجة المينوكسيديل او مادة المينوكسيديل الاساسية في انبات الفرش شعر او انبات الدقن او ايا كان شعر، بنستخدم مادة المينوكسيديل. لو رشينا على اي مكان، لو حطينا على الخدود هتيجي. طيب طريقة اللي انا استخدمه في دقني ان هي تطلع من غير ما اطلع الشعر عند الخدود، تعالوا كده عند المراية. بص يا عموم، تنسوش بس الصلاة على حضرة النبي. مبدئيا البي فورما اللي انا بتكلم عليه عشان اطلع الدقن، لو هطلع الدقن والشعر وانا برش جت على الخدود، تاكد ان الشعر هيتقل، تاكد ان الشعر هيتقل. انا بنصحك لوجه الله طلع الدقن بس او منطقه الشنب او تمام. نفس الطريقه كده، قرب عليها يا محمد. بص اهم شايف اللقطه دي، اعمل عمليه مساج للاماكن اللي عايزه تطلع فيها. انا مش عايز اطلع دقني وان شاء الله مش هطلعها، بس انا بعرفك انت ازاي تتعامل بيه. لو ده جه هنا اعرف ان ده هيطلع فيه شعر. طيب اعرف ازاي ان هو بدا يشتغل؟ اول ما بتسيبه وتعمل كده، بتسيبه مثلا حبه كده يوم على اخر النهار، هتلاقيه يبدا يعمل معاك قشره، اعرف ان هو كده بدا يشتغل معاك طبيعي، يعني استمراريه هتلاقي الشعر. وانت هتراقب اللي بيطلع، وهتعرف ان الشعر طلع. زي ما انا قلت لك كده يا جدعان، كل اللي انا عايزه، مش عايز حاجة غير دعوة لوجه الله لأبويا وأمي الله يرحمهم. السكرينات أهي، لو عايزين تاخدوها وتعرفوها في الصيدلية، هو منتشر جامد قوي إن هو بيطلع الدقن. بس لو أنت عندك صلع وراثي اشتغل عليه. بس أهم حاجة يا جدعان، كل ست يعني أهم حاجة، المينوكسيديل ده مشكلته بس وأضراره بس حاجة واحدة بس، ان حضرتك لو بطلته شعرك هيقع بزياده، بس في الدقن مش هيقع. يعني انا بتكلم على الدقن دلوقتي مش هيقع. الرساله يا رب تكون وصلتكم، واقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.